يعني أنظمة خطوات الزمن ومعيار CFL اللي هو كورانت فريدريك لوي. المبحث الأول The difference between the explicit and implicit solution of finite difference method. الفروقات بين حلول الصريحة والضمنية لطريقة الفروقات المحددة. شنو الفرق بيناتهم؟ ومنو الأفضل؟ وشنو اللي المعيار اللي نعتمد عليه؟ طريقة الفروقات طريقة عفوا طريقة الطريقة الصريحة للحل تعبر عن قيمة مجهولة عند نقطة شبكة معينة بدلالة قيم معلومة في نقاط مجاورة. يعني شنو هاي انتو ماخذين تعرفوا، يعني اني هذا المخطط انه عندي هاي اليو اي جي بلس 1 هي قيمة مجهولة اعتمد بها لما اريد اطلع القيمة هاي من خلال هاي المعادلة اللي انتو اخذتوها، هي معادلة الحل الصريح. تعتمد هاي القيمة المجهولة اللي هي عند المستوى جي زائد واحد تعتمد على ثلاث قيم عند المستوى أسفل من أدها. احنا اول ما نبدي مو هنا بهذا المكان وانما نبدي هاي النقطة، فهاي تكون مجهولة النقطة. النقاط اللي تحتها اللي هي شروط الأولية تكون معلومة، احنا حسبناها لان منطينها اصلا، فتكون هاي القيم كلها معلومة اللي جهة اليمين والمجهول فقط جهة اليسار، وأحسبها بشكل مباشر. أو مثلا إذا أخذ هاي المولكيول الجزيئة، أنا عندي القيمة المجهولة اللي هي عند الموقع I J زائد واحد، والمعاليم موجودة عند الـ I عند الـ J عند المستوي J، فبسهولة يعني أطلع الحال بطريقة مباشرة. إذن الطريقة الصريحة هي التعبير عن قيمة مجهولة في نقطة شبكة معينة بدلالة قيم معلومة في نقاط مجاورة. هي طريقة بسيطة للحل، يعني تطبيق مباشر، حيث قيم المتغير المعتمد dependent variable اللي هو الحل قد يكون U مثلا اللي أخذناها مثلا U أو T حسب الفاريبل اللي ينطي بالمسألة اللي نريد نتنبأ عنه، يمكن أن يحصل بشكل مباشر، يعني فقط تطبيق معادلة ونحصل على الحل. هذه الطريقة has a drawback. شو drawback؟ فيها عيب، هذه الطريقة فيها عيب أو فد مشكلة، وهي أنه خطوة الزمن الكي سمول يجب أن تكون بالضرورة صغيرة جدا لتكون العملية مقبولة. يعني العملية تكون مقبولة فقط إذا كان الكي أصغر أو يساوي نصف H سكوير. شنو الـ H؟ الـ H هو دلتا X يعني طول الخلية، أما الكي إحنا نسميه تايم ستيب. ولذلك تشوفون حتى بالامتحان إجاكم أنه الـ H مثلا 0.2 في حين الكي واحد من ألف، إذن الـ H كلش أكبر من الـ K والـ K كلش أصغر من الـ H. يجب أن تكون على مود تكون الطريقة صحيحة. وإذا تتذكرون المحاضرة السادسة أخذنا بيها أنه لما نغير خطوة الزمن، يعني نأخذ واحد على مية، واحد على ألف، واحد على أعتقد على 5000 كانت، شفنا أنه واحد على ألف يعني واحد على ألف وواحد على 5000 هي أكثر دقة من واحد على مية. عند الواحد على مية ما تشتغل الطريقة الصريحة وتنطي أخطاء. هنا إحنا ممكن شو نسوي حل؟ إنه إحنا نريد الكيس صغيرة. هنا المشكلة وين؟ يعني إذا صغرنا H إحنا دائما نريد نصغر الH،
ليش؟ على مود تكون الحال اكثر دقه. بس كل ما نصغر الاتش لازم الكي هوايه تصغر، هوايه تصغر، لازم تكون نسبه كلش كبيره بيناتهم. احنا نريد الاتش صغيره والكي راح تصغر كلش هوايه. الكي اذا تصغر كلش هوايه يعني العمليات راح تعاد بعدد هائل، وهذا يترتب عليه عبء حسابي، يعني حتى الكمبيوتر راح ياخذ وقت اطول، واحنا الوقت جدا ثمين بحاله التنبؤ عن الطقس. هسه الطريقه الضمنيه، ذا امبليسيت سوليوشن، الطريقه الضمنيه للحل، تعبر عن الحال على شكل معادلات انيه بنفس عدد نقاط الشبكه عند الصف الاول بدلاله قيم معلومه وشروط حدود، طبعا بدلاله شروط وقيم الحدود. يعني خلي نرجع لهذا المخطط، هسه الطريقه الصريحه حكينا عنها. الطريقه الضمنيه، شوفوا اذا تتذكرون هاي العلاقه اللي اخذناها اللي هي 7-1، كانت جهه اليسار هي المجاهيل، كم مجهول عندنا؟ 1، 2، 3. اما الجهه اليمين فعندنا 3 معاليم، يعني احنا القيم اللي عند المحور اكس اول ما نحسبها 3، ناخذ 1، 2، 3، هاي معاليم. وش عندنا المجاهيل فوق؟ 1، 2، 3، هاي 3 قيم مجهولة، فما نقدر نحسبها من خلال هاي العلاقة بشكل مباشر، لان انا لازم عندي مجهول واحد واحسب بشكل مباشر. اذا كان عندي اكثر من مجهول الجأ الى شنو؟ الجأ الى المعادلات الآنية واحلها. شوفوا اكو التبسيط احنا استخدمناه في عدد من المسائل، انه هذا الحد لما انطي الار واحد، هنا اكو خطأ، هاي اشارة ناقص. هنا لما انطي الار واحد راح يكون 2 - 2 0، هذا الحد كله اتخلص من عنده يروح، فيصير عندي يتسهل عندي الحل، راح يكون عندي فقط مجهولين. يا اما اتخذ هاي، شوفوا هاي هذا الالحاد راح يروح عندي اللي بالاسفل، تتبسط المساله. اوكي، العفو، هنا هذا الحد يروح اللي بالاسفل اللي هو هذا، هنا اكو ذره ما موجوده، هذا اللي 2 - 2، طبعا هاي 2 في 1 2، 2 - 2 0، في يو اي جي كل الحد راح يكون 0، راح يقل عندنا الحسابات، تكون عندنا 3 مجاهيل وقيمتين معلومه بالضبط مثل هاي المولكيول، ونبدي نحل هاي المعادلات الانيه مع بعض. ايش عندنا مثلا؟ اول معادله بها يو اي ويو 2، نبدي يعني احنا بالحل اذا تتذكرون او ما تتذكرون ما اعرف، نبدي باخر معادله فنطلع اليو 4 بدلاله اليو 5، ونبدي نجي نعوض بالمعادله اللي قبلها ثم اللي قبلها ثم قبلها، راح نوصل الى انه نلقي اليو 1 مثلا، نرجع او يو 1 او اليو 2، نرجع انه بالعكس نعوض بالمعادله اللي بعدها اللي بعدها الى نلقي كل قيم يو 1 ويو 2 يو 3 يو 4 يو 5، نطلع الحال عند الصف الاول ويكتمل الحل. هذه الطريقه الضمنيه. خلينا نشوف الطريقه الضمنيه. الطريقه الضمنيه للحل تعبر عن حل على شكل معادلات آنية بنفس عدد نقاط الشبكة. يعني شنو نفس عدد نقاط الشبكة؟ يعني إذا كانت نقاط الشبكة عندي هنا 1، 2، 3، 4، 5، أحتاج 5 معادلات. إذا كانت نقاط الشبكة 6، أحتاج 6 معادلات، وهكذا. هذه الطريقة تتطلب حل المعادلات الآنية للحصول على الحل العددي.
وهذه الطريقة تقلص الحجم الكلي للحسابات وتكون مقبولة، أي أنها متقاربة ومستقرة. يعني شلون تقلص العدد؟ هذا ممكن يجي سؤال، يعني 100% يجي. هذه الطريقة تقلص العدد الإجمالي أو الحجم الإجمالي للحسابات وتكون مقبول. شلون؟ أنا أقول لكم إنه هذه الطريقة مثل ما راح نشوف فد شوية، إنه مو لازم تكون الكي كلش أصغر من الاتش، لا مو شرط، ممكن أن يكونون متساويين. يعني هنا راح تنطيني أريحية، إذا أنقص الاتش اللي أنا أريد دقة أكبر، أنقص الاتش الكي راح تنزل بنفس النسبة، ولذلك خطوة الزمن ما راح تكون جدا صغيرة. إذا أنا بدل ما أعيد كل العمليات كل 5 ثواني أفرض، راح أعيد العمليات كل 3 دقائق، فوفرت وقت كبير، قلصت عدد العمليات الحسابية، تكون متقاربة يعني مستقرة. هاي حكينا عنها بالمحاضرة السابقة، شلون تكون متقاربة وشلون تكون مستقرة. بهذه الطريقة كي لا تحتاج أن تكون صغيرة جدا بالمقارنة مع H، ويمكن أن يكونا متساويان. أريد هو هاي المحاضرة هي تتكلم عن CFL Criterion، معيار CFL. راح ناخذ بد معادلات جدا مشهورة في علوم الجو ونطبق عليها موضوع ال CFL، اللي هي يسموها معادلات الادفكشن ديفيوجن. الادفكشن شنو بمعنى، يعني ممكن تبحثون بالانترنت عنه. الادفكشن هو تغير اي خاصيه، مثلا حراره، ملوثات، مع الازاحه او مع اكس او مع واي، يعني مع افقيين. هذا التافق يسموه، هي كلمه تافق جايه من افقيين، يعني انه الحراره شلون، يعني هاي اي خاصيه ناخذ او فد عنصر معين كيف يتغير مع اكس او كيف يتغير مع واي. ديفيوجن شنو؟ ديفيوجن انتشار، هاي مثلا انتشار الحراره، او يعني شلون مثلا من وسط اكثر كثافه الى وسط اقل كثافه. هسه عندنا مثلا الدخان اللي يخرج من مرجل حراري، او يعني احنا شو نسميه، تور مال محطه كهرباء او مصافي، يطلع الدخان من هذا التور بالبدايه شو يكون كثافته كلش عاليه، وينتشر في جميع الاتجاهات، ينتشر ديفيوزد او ديفيوجن، يروح باتجاه المناطق الاقل كثافه، هاي ديفيوجن. على كل حال هي يسموها معادلات الادفكشن ديفيوجن، وهي صورته، وهي نوع شائع من المعادلات التفاضلية الجزئية. مش وقت نقول جزئية لما يكون عندي أكثر من متغير مستقل، وفعلا هسه أنا عندي الـ T والـ X، وتستخدم بشكل كبير في علوم الجو وفي أنظمة التنبؤ العددي عن الطقس. لو أخذنا معادلة الاستمرارية النوعية، يمكن أن تكتب على شكل معادلة تأفق انتشار بالشكل التالي. عندنا هاي العلاقات الثلاثة، واحدة باتجاه ويست ايست، والثانية ساوث نورث، والثالثة تكون رأسية. عندنا هاي العلاقات الثلاثة، شوفوا هاي اول شيء بارشال ان على بارشال تي. الان هنا شنو؟ تركيز الغازات. مثلا انا عندي غازات تنبعث من فد برج او صاريه، ما اعرف شو نسميها، المهم يعني مدخنه، ف تشيميني يسموها المدخنه، تنبعث من تشيميني. هاي الان تركيز الغاز، او ممكن ان اقول تركيز الملوثات، او ممكن اقول الدخان. مع الزمن ايش قد جاي يخرج من هاي الغازات، هاي هنا ايش قد
هاي الغازات تنتقل باتجاه اكس، ايش قد تقطع مسافه يعبر عنها هذا الحد. هنا هذا الحد هو شوفوا هذا حد التأفق وهذا حد الانتشار اللي بمعامل الانتشار الدوامي، هذا باتجاه X واتجاه Y وباتجاه Z. الـ H هي يعني تدل على الطاقة أو الهيت الحرارة. أوكي، هاي ثلاث معادلات راح نحتاجها بعد شوية. KH XX KH YY KH ZZ يسموها معاملات الانتشار الدوامية، أدي diffusion coefficients باتجاه X و Y و Z. هسه نجي على الكورنت فريدريكس لوي ستابيليتي كرايتيريان، اذا هو معيار استقراريه سي اف ال. هذول الثلاثه اذا ترجعون للمحاضره رقم واحد جبنا اسمائهم وانتم جاوبتوا حتى بالاسئله، انتم جاوبتوا خليتوا كورنت فريدريكس لوي، قلتوا هذول اول من انتجوا تنبؤ عددي. لا، هذول هم وضعوا شرط الاستقراريه. بينما تكون الطرق الصريحة مستقرة شرطيا، يعني شنو مستقرة شرطيا؟ يعني هي تكون مستقرة عند خطوة الزمن تحت قيمة معينة. إذا تتذكرون قلنا K أصغر أو تساوي نصف H سكوير. الـ K اللي هي خطوة الزمن يجب أن تكون محدودة، يعني مو ما أقدر بالنسبة لـ H تكون كلش صغيرة. هذه الطرق الصريحة. بعض الطرق الضمنية ربما تكون مستقرة غير شرطين، يعني هي مستقرة بغض النظر عن تايم ستيب، بغض النظر عن خطوة الزمن. إذن مهما تكون الكي قيمتها تكون مستقرة مو إلا أقل من قيمة معينة. هاي الميزة مال الامبليسيت سكيم. حدود خطوة الزمن لأي حل صريح لمعادلة التأفق باتجاه الويست إيست، يعني هاي الويست إيست 9-1 نحكي. يمكن أن تحصل باستخدام معيار كورنت فريدريكس لوي CFL من خلال، هنا ركزوا، من خلال إلغاء neglecting the diffusion term from equation 9.1. يعني أنا أريد أطلع CFL للأدفكشن equation. هسه هي المعادلة شنو اسمها؟ أدفكشن diffusion. لكن إذا هذا الحد أعتبره صفر أصفره راح يصير اسمها الأدفكشن equation مو أدفكشن diffusion. أدفكشن equation. When the resulting equation is explicitly solved، لما تحل هاي الطريقة، لما أنت الادفكشن اللي حصلته لما تحلها بشكل صريح، فإن الاستقرارية يمكن أن تضمن عندما يتحقق معيار CFL بالشكل التالي. يعني إحنا إذا هملنا هذا الحد اللي هو خاص بالديفيوجن الانتشار راح نحصل على معادلة التأفق نقدر نحسب لها الكي. هنا راح يتحقق عندنا CFL لما ناخذ الكي أقل من دلتا اكس مينيمم على يو ماكسيمم، يعني ناخذ أقل طول للخلية على أكبر قيمة للحل المعتمد يو ماكسيمم، أو يعني على أكبر سرعة إذا أخذنا السرعة بنظر الاعتبار. إذا كان كلام عن السرعة، إذا كان كلام عن درجات الحرارة غير شيء، نقول تي ماكسيمم. إذن حيث يو ماكسيمم هي أعظم سرعة باتجاه الويست إيست، والدلتا إكس مينيمم هي أقل طول للخلية في المجال. إذن
للطريقة الصريحة للأدفكشن إكويشن الكي لازم تكون أصغر من دلتا أكس مينيمم على يو ماكسيمم. بالامتحان مثلا تكتب لي أكس أصغر أو يساوي أنطيك صفر عليها. كون دقيق بالإجابة. Homework الحل، يعني أتمنى هسه أنتوا طلاب تحلون هذا، أريد من عندكم فدي شوية الحل. إذا كانت أعظم سرعة هي 20 متر على ثانية وأقل طول خلية هو 5 كيلومتر، وجد خطوة الزمن اللي يتنبأ عنها معيار CFL لإدامة الاستقرارية. طلاب هسه أريد من عندكم الحل وكتبوا لي إياه بالشات. أنتوا راح أكيد راح تستخدمون هاي العلاقة، فقط تطبيق مباشر. خلينا نشوف همتكم. يلا now راح نعطيكم مجال للحل. الآن إذا كان حد التأفق، إذا هملنا حد التأفق من معادلة 9.1، يعني نرجع إلى معادلة 9.1 ونهمل هذا الحد، حد التأفق، ونبقي على حد الانتشار، إيش راح يصير؟ المعادلة سوف تبسط إلى معادلة الانتشار، راح يصير اسمها معادلة الانتشار، ومعيار CFL سيكون بشكل التالي، إنه الكي راح تكون أصغر من دلتا إكس مينيمم على كي ماكسيمم. شنو دلتا إكس مينيمم؟ دلتا إكس قلنا هو طول الخلية، الكي هو الأدي ديفيوجن كوفيشنت، معامل الانتشار الدوامي في الدومين مالتنا المجال. إذا لو كانت أنا عندي معادلة أدفكشن أستخدم لها هذا المعيار، ولو كانت عندي معادلة ديفيوجن أستخدم لها هذا المعيار اللي هي أحدد به خطوة الزمن. الآن for a typical vertical eddy diffusion، هنا لاحظوا كلمة vertical مو horizontal، vertical eddy diffusion يعني إذا مثلا بالامتحان جيب لك إياها طبق لي مال هاي العلاقة 9.3 vertical equation، لأن أنا دا أحكي عن vertical. For typical vertical eddy diffusion coefficient of value أنطيك القيمة أو أنطيك القيمة 50 متر تربيع على ثانية. The stability criterion suggests that the time step for eddy diffusion within the height of 100 meter. هنا ما راح تكون عندي دلتا X تربيع وإنما دلتا Z تربيع بحيث أطبق ال 100 متر. راح تكون عندي ال K هي أقل من 200 ثانية. For a typical horizontal eddy diffusion، هسه لو كان عندي يعني قيمة معامل انتشار أفقي دوامي أفقي مثالي يكون هو مثلا 2500 متر تربيع على ثانية، خطوة الزمن بهاي الحالة لو كان عندي دلتا اكس هو 5 كيلومتر، خطوة الزمن راح تكون أقل من 10,000 ثانية. 10,000 ثانية طيب ممكن بالامتحانات أجيب على شكل مسألة بسيطة شون هذا المثال، جزء يعني شوية أعقد بحيث أقولكم قارنوا ممكن، فأنت لازم تكون فاهم على ما تقدر تجاوب. هنا هومورك، رأيت هذا الهومورك من عندكم طبعا أذن 2 وهذا السابق اللي هذا المفروض فدي شوية نحله، يصير 3 نقاط أو 3 أسئلة للهومورك لازم تقدموها عليها درجة.
Homework 1, discuss this statement. ناقش هذه العبارة. H must be small in order to obtain reasonable accuracy. This leads to the arithmetic operations being very large. الـ H يجب أن تكون صغيرة لغرض إحراز دقة مقبولة، وهذا يقود إلى عمليات رياضية تكون كلش كبيرة. هذا مثلاً في سطرين ثلاثة الجواب مالتي شرح. Number two, discuss the statement. ناقش هذه العبارة. The implicit method reduces the overall volume of calculations. طريقة ضمنية تقلص الحجم الكلي للحسابات. يمكن احنا شرحناها لما مرينا عليها وهي موجودة يعني بالمحاضرة، تقدموها على شكل homework. اوكي طلاب، هسه انا راح اعطيكم وقت تحلوا لي هذا المثال وتقدموا لي اياه يعني بالشات او عن طريق التليجرام. ماشي، قبل لا ننهي المحاضرة، إذا أكو أحد من الطلاب عنده سؤال على هذه المحاضرة يقدر يسأل، تفضل. إذا أكو سؤال إذا ما أكو سؤال إحنا